طيب العصير بتاعنا النهارده عباره عن اناناس فريش مع تلج مع عصير برتقان فريش، خلاص؟ يعني السكر عايزين تحطوا سكر، عايزين تحطوا عسل براحتكم. لا ده اناناس كومبوت. طالما حطيت كومبوت ما نحطش سكر. يعني انا شخصيا ما احبش احط الحاجه تبقى مسكره قوي كده، نسبه السكر بتبقى عاليه، بالعكس هتخلينا يعني الجسم هيتشبع بسكريات كتير ودي حاجه مش كويسه. فهنا العصير البرتقال فريش من غير سكر خالص، والعصير الاناناس كومبوت مع الميه بتاعته، هنحط البرتقال والتلج ما نحطش سكر خالص ولا حتى عسل، الا بقى لو حاطين الاناناس فريش. دي من العصاير اللي انا بقول دايما نشربها على طول، يعني احنا يعني احنا نبقى محضرين الحاجات دي في التلاجة، واول ما نحب نقدمها نعملها على طول بالخلاط. ليه؟ عشان يدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان هو الشكل ده هيفصل بعد اقل من 10 دقايق، فاحنا عايزين نقدمه بالطريقه دي. بصوا اللون يجنن، فاحنا نقدمه نجهز الحاجه في التلاجة، نقدمه وقت ما ايه ما نحب. اوعوا ترموا الشوائب بتاعت الاناناس دي، اصلا طعمها لذيذ قوي.